ديال التواصل البيبليك في 2013 كانت 300 وحده في مدينه في الدار البيضاء غتوزع ودازت في ميزانيه رسميه. دابا انا كنتسائل هاد الميزانيه ديال هاد التواليت بيبليك في 2013 الان كنهضروا على 2021 وكنهضروا على التواليت اللي يعني واحد الذكيين، والان كاينه عاوتاني التواليت في ساحه الامم المتحده وكتسيل يعني كتسيل الريبه في هذا الشيء. علاش؟ لانه هذه اكثر من تقريبا راه داخله في سنه باش تصيبات ولا احد يتكلم عنها وما تحلاتش. وعلاش ما تحلاش؟ سؤال كبير، السؤال اللي كيخلع وكيزيد خلع. نخاف يكون العمده ما فراسوش كاع الطواريط، وهذه هي الكارثه العظمى. زائد على القيمه ديالها ديال 60 مليون معادل لاكثر من البارتمان اقتصاديه، يعني 60 مليون راه بارتمان، راه ماشي الطواريط اللي بيبليك، وبلاصتها ماشي هي هذيك بلاصتها. وبالتالي فين غنبقاو غاديين بهذا الشيء اللي في مدينه الدار البيضاء؟ والدار البيضاء تعطلات على اكثر من اللي كانت غاده فيه. بالتالي شكون المسؤول؟ وحنا على ابواب للانتخابات وابواب لعده تغيرات في الدار البيضاء، عاود تنتسناو مجلس واحد اخر يجينا بقرارات واحد اخرين، نتسناو تسنيه واحده اخرى. سيدنا راه قال مدينه الدار البيضاء مدينه التناقضات، وفعلا سيدنا الشريف ما غيجيبهاش غير كاك عبثا. انه الدار البيضاء ربما فيها العبثيه، كيفاش كان الميزانيه 2013 كتجي 2021 ميزانيه واحده اخرى ومازال ما شفنا حتى شي حاجه، وهذيك الطواليطه شنو المصير ديالها؟ ما عندناش الثقافه ديال هاد الطواليطات، لان كنشوفوا عندنا بزاف ديال البلايص اللي فيهم بعدا غير لا بوبيل هنا، والبنادم كيمشي له الزبل في الزنقه في الارض. يعني هاد الطواليطات هادو راه واخا غيديروهم غيبقى بنادم يقضي حاجه شوف على برا. يعني رسالتي للمسؤولين اللي غادي يديروا لنا هاد الطواليط هادو ب 60 مليون الوحده راه بزاف. اذا عن صندوق وكتسمى غير صندوق غيكون داير بالالومنيوم وما خاسرين عليه حتى 5000 درهم ولا 2000 درهم ويحسبوا لينا احنا ب 60 مليون، راه لا يعقل هذا الشيء اخويا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.